أترحم على هذا الطفل وأتقدم بالتعازي الخالصة لعائلة وأصدقاء وسيم. لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. ثانيا، حالة التسيب هذه ليست حاجة شيء جديد في كرة القدم الجزائرية، هذا الأمر يحدث في كل الأصناف، حتى في دوري الدرجة الأولى هناك حالة تسيب، مثل ما قال ميدو لا نتفطن إلا لما يقع الفأس على الرأس. لذلك يجب أن تكون هناك محاسبة، ويجب أن يكون هناك ضرب بيد من حديد على كل من كان مسؤولا من قريب أو من بعيد على هذه الحادثة، حتى يتعظ المسؤولون ولا تتكرر مثل هذه الحوادث. إذا لم يحدث أي شيء، إذا لم تكن هناك أي محاسبة، فستتكرر هذه الظواهر مرات ومرات ومرات ولن تتوقف عن في رأيك من المسؤول الحدوث. كل المسؤولين عن كرة القدم الجزائرية كل المسؤولين عن كرة القدم المسؤولية الجزائرية المسؤولية الكبرى على رأس من تقع. أنا لست هنا من أجل إلقاء المسؤوليات على هذا لا الطرف أو هذا أمين. الطرف محمد. عندك قضية، عندك أطراف قضية، عندك تراكمات قبل أن نصل إلى هذه النتيجة الحتمية. يعني ما رأيك أمين؟ شوف، أولا محمد، الفاف مسؤولة، الرابطة مسؤولة، رابطة باتنا مسؤولة لأنها تسمح بإقامة مباريات دون توفر الشروط أو أدنى الشروط اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وحتى الحكم وحتى كل الأشخاص الموجودين على أرضية الميدان. لأنه لما يكون المسعف موجود وسيارة الإسعاف موجودة لا تقتصر على اللاعبين فقط، الحكم معرض للسقوط، حراس الملعب داخل أرضية الميدان معرضون للسقوط. لذلك كل من له يد عليهم أن يحاسبوا. وقلت لك لا يمكن أن نحصل المسؤولية في رأس واحدة فقط، ولكن تفرقت أو تفرق دم وسيم في القبائل كما يقال، لذلك تفرق مسؤولية دمه مشتركة بين القبائل. نعم، بين القبائل. لذلك المسؤولية مشتركة بين الجميع، وعلى المسؤولين الضرب بيد من حديد من أجل أن لا تتكرر مثل هذه الظواهر. هل تعتقد بأن وزارة الشباب والرياضة الآن ستفتح تحقيقا في هذه القضية من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، أم أن الأمور ستمر وكأن شيئا لم يحدث وسنعود للعب المباريات هكذا بهذه الطريقة ولن يتم محاسبة أي مسؤول؟ محمد، لا أظن أنه سيتم محاسبة أي إن كان، لأن هنا المشكل واضح محمد. كيف لا تظن؟ يعني سيحاسب أو لا؟ لا يحاسب محمد، لا أظن أن أحد سيحاسب. سيحاسب نعم. لا أظن محمد، لأن المشكل هنا يا المشكل جد واضح محمد، كان تعرض يعني واصطدام بين لاعبين، وين واحد راح لعب الكرة والثاني يعني لمس اللاعب لما طاح ما طاحش مليح. هذه أشياء تحدث في عالم كرة القدم، لكن يعني بمثل هذه الأشياء محمد نستنتج ونستخلص عدة أشياء، وهذه الأشياء كنا يعني تكلمنا عليهم حتى في البلاطوات هنا نندد ونتكلم عبر هذه القناة، قناة الهداف، لراهي دائما ما تقول الحقيقة، دائما ما تتكلم عن أشياء تحدث في واقع كرة القدم في واقع الميدان، وهي أن محمد لازم الضرب من حديد. هناك عدة قضايا تكلمنا عليها من قبل وتكلموا عليها الزملاء من قبل، كيف يصح للاعبين في أصناف الأشبال يلعبوا في رمضان في الصيام في الحرارة، درجة حرارة جد عالية، هذا شيء غير ممكن بالنسبة للاعبين صغار، لازم يشوفوا لهذا المشكل. ما شافولوش محمد، ما زال الشبان يلعبوا. هنا أقول لك بلي ما راح يكون أي شيء، تقدر تكون عقوبة على الحكم، لو الحكم هذا كان عنده يعني اتصال من أي شخص ما، لما ميدو يتكلم ويقول لي لاتيتا، لأن أنا معاه ميدو، المسؤولية تجي من عند المسؤول الكبير من اللي هي الرابطة الجهوية اللي باتنا. لكن لو الرابطة الجهوية اللي باتنا يتصل الحكم للمسؤول الأول للرابطة ويقول له يا فلان ما كس سيارة إسعاف، نبدأ المباراة ولا نبدأهاش؟ هي نرمب وما يعيط الحكم ما والو، ما كس سيارة إسعاف أنا ما نبدأش، خلينا ميدو. لكن تكي تقول لي لا تيتال إلا ولا عيط لها الحكم وقالوا له لا ألعب المباراة هذه زعمة، وهو يقول لهم تحملوا توما المسؤولية ويجيب لون ريجيستر مول عند الناس اللي يدير التحقيق. لو الحاكم هذا لعب هذه المباراة بمحو الإرادة تاعو ميدو، هو اللي يتحمل المسؤولية. ما تقوليش حالة تسيب، حالة تسيب دوك انت واسمك ميدو، حاكم بن شابير، حاكم محمد، حاكم حسين، حاكم محمد موالف يدير حالة تسيب، ميدو ما يديرش حالة تسيب.
بن شابير ما يديرش حالة تسيب، أنا مول في حالة تسيب، إحنا قا كيف كيف. فهمتني؟ دوب كل حاكم، كل حاكم والطريقة تاعو المنتهجة، كل حاكم ويديروا معه التحقيقات، أسكو المباريات اللي كان يلعبوا لهم من قبل، كان يلعبهم بسيارة إسعاف، كان ينوطي هاد السيارة موجودة ولا ماشي موجودة، موجودة يلعب، غير موجودة ما يلعبش، هنا يكون تحقيق من عند الرجال المختصين، لأن راه روح طاحت وهذا الولد هدايا روحه عزيزة عند الوالده وعندنا حنايا، احنا كما يقولوا كأناس، لأن الإنسانية هنايا هنا تدخل فيها الإنسانية، يدخلوا فيها عدة أمور كمسلمين كبلد اللي يحترم يعني الشرع الإسلامي، هذا شيء جد مهم. تفضل ميدو. نعم برك واش حبيت نقول لك حسين، باش ما يقولكش ثاني البعض يدخلها في الريجيوناليزم تهضر، لا 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 سي دي تروك كي سو باس اش دي في كي كونك لا فيديراسيون هبط، سي دي تروك كي سو باس سور تو لي ستاد الجيريان لي كاتيجوري جان كاع هكذا. اصلا شامبيونات على لي كاتيجوري جان في الجزائر تبدا هي الاخرى، صح ولا ماشي صح؟ هو دائما هي الاخرى محقور، ومن بعد تلقى لي بريزيدون كلوب يهضروا ويقول لك نو حنا يلا فورماسيون اغيتي دو مونتير، حبسوا الكذب والنفاق، لانه اقل شيء اليوم نورمالمون، اليوم اقل شيء اليوم نورمالمون لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول اليوم ماشي تروح دوموندي نتائج التحقيق اللي راح يصرى، نورمالمون اليوم لا فيديراسيون اقل شيء هي دير تحقيق وتخرج بنتائج وتتخذ قرارات رضعيه، ادخل لا فيديراسيون سي با جوست مدخل لو كوستيم الى كافات يغامني لي بروش يسي كومونسي اطرافاي سي با كوم سا. الاتحادية ماشي غير المنتخب الأول، الوزارة هي اللي لازم تدخل، وزارة الشباب والرياضة يجب أن تفتح تحقيقا في الأمر. ميدو هذا اسمح لي، اسمح لي ميدو، شوفوا واش راح يجيبوا التحقيق اللي راح يديروا على هذا الطفل. أقل شيء، أقل شيء الآن أنه لأنه خبر وفاة هذا الولد الصغير الآن صار على كل لسان، الآن كل مواقع العالمية تتحدث عن وفاة طفل جزائري في احد الملاعب في نهار على رمضان. السياره اللي كانت داخل الميدان، نعم نعم، في ظل عدم وجود طبيب مختص، مباراه رسميه هذه، مباراه نعم. مباراه رسميه نعم، في ظل عدم وجود طبيب مختص وعدم وجود سياره اسعاف ورجال الحمايه المدنيه، الان هذا الخبر انتشر في كل ارجاء العالم، وفاه طفل جزائري بعد تعرضه لاصابه مروعه في احد الملاعب الجزائريه. اقل شيء الان ان وزاره الشباب والرياضه تفتح تحقيقا عاجلا لكشف ملابسات هذه الوفاه وتحديد المسؤوليه من تسبب في وفاه هذا الولد، وثاني شيء على الفاف ان تستصدر الان قرارا عاجلا بمنع اقامه اي مباراه خلال شهر رمضان، وبعد ذلك يتم تدارس الكيفية المناسبة التي تلعب بها المباريات في شهر رمضان، سواء تلعب ليلا بالنسبة للفئات الشبانية مثل ما يحدث بالنسبة للأكابر، أو تأجيل كل المباريات خلال شهر رمضان، لأن أرواح أبنائنا أهم وأهم وأهم بكثير من مباريات كرة القدم. كرة القدم تبقى مجرد لعبة، بينما تلك هي أرواح تصعد إلى مولاها لأسباب تافهة، سقوط لاعب وعدم وجود سيارة إسعاف. يجب بأقصى سرعة أن يتم منع إقامة مباريات الشبان في نهار رمضان، كما يجب فتح تحقيق، هذا أقل شيء وأضعف الإيمان كما يقال.